ضيفتنا كاتبة وناقدة فنية من سلطنة عمان، صدر لها عدد من المؤلفات من بينها كتاب رؤية في المسرح العماني، وأيضا كتاب توظيف التراث والتاريخ في المسرح العربي، ونصوص أيضا مستوحاة من التراث العماني بعنوان الخيمة، والكثير أيضا من المبادرات. لها العديد من المقالات النقدية المنشورة بالصحف وطبعا في المجال وأيضا في المجلات الثقافية والفنية، وأيضا أعمال تلفزيونية وعدد من الأفلام القصيرة. في البداية طبعا أرحب بضيفتي الكاتبة والناقدة الأستاذة عزة القصابي. مساك الله بالخير أستاذة عزة. أهلا وسهلا. حياك الله. يسلمكم. بنتحدث في البداية عن أنت خريجة جامعة سلطان قابوس. نعم، خريجة ليسانس نقد وماجستير إعلام. طيب، لكن اتجهتي سريعا وبقوة للمسرح. هل هو المسرح اختارك ولا أنت اخترتي؟ هو الاثنين معا حقيقة، وكان صدفة الدراسة. وفي البدايات كوني تخصصت في النقد المسرحي كان لدينا قسم الفنون المسرحية بجامعة السلطان قابوس في كلية الآداب، وشاء الله أني أنا أكون أحد الطالبات في هذا القسم وتخصصت في مجال النقد الفني. وبعدها أنا عملت في مجال النقد الفني لسنوات طويلة ككاتبة في الصحافة المحلية، من ثم حاليا طبعا أعمل في المجال الإعلام الرسمي، وهذا جانب آخر، لكن ظل النشاط وحب المسرح ومراقبة هذا الفن الجميل ليس على مستوى السلطنة فقط وإنما على مستوى دول الخليج وأيضا الوطن العربي. شاهدت العروض في كافة الدول العربية تقريبا، يعني من خلال يمكن نقاشاتنا مع المسرحيين الخليجيين والأدباء والنقاد الخليجيين المعروفين وأيضا العرب، دائما ما كان هناك يعني جملة أو مشكلة يتفق عليها الجميع سواء كان في المسرح الخليجي أو في المسرح العربي من خلال أيام الشارقة المسرحية وأيضا مهرجان المسرح الخليجي الذي طبعا تتبناه إمارة الشارقة. دائما ما يتكلمون عن هناك ضعف في النص، هناك ضعف في الحبكة، هناك ضعف في السيناريست نفسه اللي يكتب المادة اللي الناس اللي تشوفها، على الرغم من أن هناك أعمال قوية وجبارة ورائعة، ولكن الكل يتحدث عن هذا الشيء مجتمعين. برأيك أستاذ عزة؟ حقيقة المسرح بشكل عام في يعاني من أزمات عديدة كأي فن. عن أي مسرح تتحدثين، العربي بشكل عام أم الخليجي؟ الخليجي، خلينا في الخليجي. هو بشكل عام العالمي والوطن العربي تجد تحديات. يعني أنا مش حضرت فقط على مستوى الخليج، ولكن حضرت مهرجانات وملتقيات فكرية أيضا على هامش المهرجانات، على امتداد المغرب العربي، على مصر، على سوريا، على كل هذه الدول. نجد أنه هنالك هم مشترك بين المسرحيين، مثل أزمة وجود النص الجيد. نعم. الذي ممكن أنه يقدم على الخشبة. توجد نصوص كثيرة ومن ضمنها النصوص المترجمة، تجد المكتبات عامرة، يعني مسرحيات شكسبير. حتى دائما ما تشوفين مسرحيات يعني نجحت بعدما قدمت نصوص كانت عبارة عن قراءة لي، يعني نصوص خلينا نقول فيها 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 الروح الشكسبيرية، يعني إذا صح التعبير. أيوة. دائما ما تكون فيها الروح الشكسبيرية وتنجح. صح. هذه هل يعني ما عندنا نصوص؟ حقيقة يعني لدينا نصوص ولدينا كتاب أصبحوا متواجدين على الساحة الخليجية بقوة. لديكم في الإمارات أيضا كتاب متميزين، ولدينا في السلطنة وأيضا بالمثل باقي دول المنطقة، لكن تبقى هي مشكلة تقنية لا يعرفها إلا المتخصص في مجال المسرح، وهي مدى إمكانية تقديم هذا النص على الخشبة. يعني في نص مقروء وفي نص يعرض على الخشبة بصريا، هو ينفع أنك تقدمه كعرض متكامل بصري. وهنا يأتي دور الدراماتورج، يعني الشخص اللي يعد هالنص من نص أدبي إلى نص يقدم على الخشبة، بمعنى أن تكون الرؤية البصرية حاضرة، يعني يتوافق مع رؤية المخرج، يتوافق مع السونوغرافيا. وحاليا طبعا نحن نعيش طفرات متقدمة جدا في مجال المسرح، أصبحت لحركة الجسد والرؤية البصرية للأعمال المسرحية هي الحاضرة بقوة، أصبح الكلام أو الحوار يقل. فلذلك نحن أمام تحدي آخر، هو التحدي الرقمي،
أصبح هذا التحول الرقمي اللي صار في الفنون وفي وسائل التواصل الاجتماعي وفي الإعلام أصبح أيضا يزحف إلى المسرح. وطبعا نحن نعتبر متأخرين إذا قارنا نفسنا بدول الغرب، لأن خلاص هم لا تجد برأيك لا تجد نص أصلا. برأيك يعني مثلا يعني أنت يمكن مراقبة وعن كثب لحركة المسرح في إمارة الشارقة تحديدا، نعم. هل تجدين نحن متأخرين؟ والله لا أجد في هذا المجال معنى التأخر، ولكن هنالك ربما نوعية معينة من الأعمال يمكن نظرا لطبيعة الجمهور أيضا لا نقدر نضرب، لكن عموما الشارقة فيها اهتمام كبير جدا بالمسرح، وحقيقة نحن كمسرحيين جدا لأن أنا اللي أسمعه من المسرحيين أن الشارقة بمثابة طوق النجاة للمسرحيين على مستوى العالم العربي. حقيقة هذه أنا طبعا صاحب سمو السلطان يعني أكيد يعني له بصمة كبيرة جدا في 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 الأخذ بيد المسرحيين وإقامة مؤسسات تعنى بالمسرح طبعا، ولديكم فعاليات وليس فقط في إمارة الشارقة، في كل أنحاء الوطن العربي تقريبا. يعني هذا الرجل أخذ على عاتقه حماية هذا الشيء وتطويره، ونحن بحاجة إلى نماذج مثله يعني حقيقة في الاهتمام بالمسرح. طيب. خليني الآن نظهر من المسرح، هل الأزمة التي نتحدث عنها أو خلنا نقول يعني وصلت إلى الدراما التلفزيونية أيضا؟ هذا الضعف وصل إلى الدراما التلفزيونية الخليجية تحديدا، يعني هل العدوى هذه انتقلت إلى الدراما الخليجية؟ هي الدراما الخليجية وحدها بروحها حالة يعني نعم يعني حقيقة لكونها يعني فن مختلف، يعني أكيد نفس الفنانين ممكن الفنان المسرحي ينتقل إلى التلفزيون، ولكن كاتب السيناريو كوني أيضا مارست كتابة السيناريو التلفزيوني ولي أعمال في هذا المجال، هو يعني يعني حالة مختلفة وله قضاياه، وأصبحت يصبح يخضع للقنوات التجارية بدرجة أولى طبعا. وفكرة النجم يعني نجم أو نجمة تطلع في كل مسلسل تنجيم فقط، هي تنجيم تنجيم يعني هذيك الفنانة تشوفها في العمل هنا، إذا كان العمل ناجح فاشل ما مهم، كموضوع حقيقة ضعفت الدراما كموضوع كقضايا تلامس الشارع وتلامس قضايا الحقيقية، حتى قضايا المرأة الحين المرأة ما صارت تحصل نفسها في صورة المرأة في الدراما صحيح. وأنا عملت دراسة عن صورة المرأة في الدراما بشكل عام، المسرح المرأة السينما أي مرأة تتحدث يعني المرأة العربية المرأة بي 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 بالشكل اللي يعني خلينا في المرأة الخليجية. المرأة الخليجية. المرأة الخليجية. يعني مش مرأة بالمطلق. كوالدة وكإنسانة بسيطة وكذا تجدها يعني صورة مختلفة. أكيد طبعاً في أعمال في بعض الأعمال المنتقاة تجدها، ولكن الأغلبية الحين صارت استنساخ، صار هنالك تكرار شيء يسمى اللي هو ستيريوتيب اللي هو التكرار. يعني شيء نمطية نفس الشيء. نعم صورة نمطية للرجل، مثلا الرجل هو ذاك الرجل اللي يحتكر كل حاجة، وآخر بالمقابل في مرأة يعني مظلومة ومقهورة وهكذا، بالتالي هذه النمطية تحصرك أنت في تفكير معين في نمطية معينة ما تكون أنت قادر على أنك تعالج. أجد أن فعلاً أحمل المسؤولية كبيرة جداً للقنوات التلفزيونية في اختيار الأعمال اللي هي التلفزيونية. طيب قد يقول قائل الجمهور عاوز كده مثلاً، أو الجمهور مرتاح في مشي في نسبة مشاهدة مرتفعة، إذن أنتم عن شو تتحدثون؟ في نسبة مشاهدة كبيرة للمسلسلات هذه للنوع هذا من الدراما. والله إذا كذا يعني بلاش إن نحن نعمل سياسات إعلامية لقنواتنا أو توجهات فكرية، ونترك الحابل يعني على طول مفتوح، وشبابنا ممكن يتعرضوا لأي أفكار صحيح. يعني نحن الحين عرض الأفكار اللي تجينا من الأفلام التركية مثلا والمكسيكية، وهي خارجة كثير عن عاداتنا وتقاليدنا. نعم. يعني ولكن يعني أستاذة عزة هو لا يصح إلا صحيح في النهاية، مهما طال الزمن بهذه الأفكار الملوثة وبهذه الأقلام الملوثة، هذه الأقلام التجارية سيأتي يوم إن شاء الله ويعني ينضب حبرهم إن شاء الله،
الله. وبيكون هناك طبعا الأمور ترجع إلى نصابها، ويكون هناك فعلا في مادة تلفزيونية ومسرحية إن شاء الله تكون ترقى لشعوبنا العربية بثقافتنا وبحضارتنا. وجود قنوات مثل قناة الشارقة وقنوات أخرى مماثلة لديها رسالة وليها توجهات، نحن حقيقة نحلم أنه فعلا أنه يكون هنالك أعمال مختلفة، برامج مختلفة لها خصوصية يعني. نرجو من الله. نرجو من الله. أنا جدا تشرفت بمعرفتك أستاذة عزة القصابي، وحياك الله في بلدك الأول. نحن ضيوف عندك وانتي من هالدار. يا حياك الله. الكاتبة والناقدة الأستاذة عزة القصابي من سلطنة عمان الشقيقة، شكرا جزيلا لك.